رجعنا لكم مشاهدينا، مكملين برنامجكم غبقة. نبي اقول لكم معلومة ان غبقة صار لها الحين سنتين على التوالي من النجاح، وانا هذا اتشرف اني اكون متواجدة عبر شاشة تلفزيون الكويت للسنة الثانية على التوالي في شهر رمضان المبارك. اكيد هالسنة اكمل وياك انا حصة. منور البرنامج انت. نورك اكيد نورك. لكن احنا متعودين غبقة رمضانية يمكن خاصة في بداية الحلقات نسولف مع المشاهدين عن المسلسلات الدرامية. هالسنة على غير العادة بنسولف على المسرحيات، ولا مو مسرحية عيد، مسرحية ان شاء الله راح تكون في سادس يوم من شهر رمضان. شيء جديد، شيء جديد الصراحة. يعني أنا أول مرة أدري إنه ممكن يصير مسرحية برمضان، وبعدين يعني الفكرة وايد حلوة، لأن في وايد ناس الحين عطلة واللي يحبون يستمتعون، يعني وين يتفطرون وين يروحون، يعني مو دائما سوق سوق ومولات، فلازم الواحد إنه يغير ويروح مسرحية يلغبقة هني البرنامج يعطي صب القفشة والقيمات. أكيد راح نتكلم عن المسرحية إن شاء الله راح تكون مع المشاهدين في سادس يوم العيد، وراح يكونون اليوم معانا سادس يوم رمضان. سادس يوم رمضان، شوف ايش تخزيني توني قلت عيد وعيد شفتها قاعد تخزني. اكيد راح بالنجوم قصه كفت وفت كان انت اعطيها العيد على طول. جبت العيد، جبت العيد المجد. حياكم الله نجوم مسرحيه حمام روماني، اكيد محمد صفر، ليلى عبد الله، ناصر الدوب، حياكم الله وكل عام بخير. وانتم بخير، ومبارك عليكم الشهر، ومبارك على الساده المشاهدين الشهر، وان شاء الله تصومونا والله يعود عليكم كل سنه بخير وصحه وسلامه. امين. انا انصدمت بصراحه، بقولها قدام المشاهدين الحين على الملأ، انا توقعتك اكبر، توقعت اول عمر قاعد يكبر بس الشكل يصغر. وتقول لي ليلى ترى عمرك 19 سنه. لا كم عمرك؟ 28. 28 ما شاء الله، بس لا والله شكلك يعني 20 21. انا مرات اكذب على الناس اقول لهم 19. ترى يمشي 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 صح والله وايد انا اكبر. انزين احنا ما راح نطول عليكم، بالبدايه نبي الناس يتشوق اكثر على سادس يوم من شهر رمضان، مو العيد. مو العيد يا جماعه، سادس يوم شهر رمضان راح تشوفون حمام رماني. خلينا نشوف هذا الاعلان ونكمل معاكم هذا الخبر. عبد المحسن القفاص، يوسف البلوشي، محمد صفر، فيصل بوغازي، ليلى عبد الله، اسماعيل سرور، ناصر الدوم، عبد الله الباروني. عجيب الإعلان بصراحة، يعني يلفت الانتباه. مثل ما قلنا ان اول شيء دائما متعودين على المسرحيات انه استعراض اغاني، استعراض مثل ما قلنا خفيف. ما ادري عشان رمضان ولا علشان ثيمه المسرحيه. هو شيئين، اول شيء علشان هم رمضان، والشيء الثاني مسرحيتنا ما فيها يعني رقص او استعراض، يعني ما لها داعي. يعني هي مو اطفال، مو حق اطفال، هي يعني هي اسمها تنفع حق الكبار قبل الاصغر. بس هي ماشي حق العمرين، وبعدين هي معتمده على الممثل، مو معتمده على الاستعراضيين والرقص. الحلو لكم شباب، انتم اللي بادين هالتجربه وانت المنتج محمد عدل، ليش فكرت تطلع مع المشاهدين في هذا الانتاج في شهر رمضان؟ يعني ما خفت ان ما حد يروح، الناس قاعده طالعه التلفزيون؟ والله انا اول شيء خريج المعهد العالي، وكان هل المسرح كنت مسويها قبل ايام هالنوع من المسارح، اللغه العربيه الفصحى والمسرح العالمي، وهذا مو غريب علي. وكنت وايد اتساءل ليش الجمهور العادي اللي مو دارس هذا بالنسبه لهم هذيل المسرحيات تعرض للنخبه، فانا كنت اشوف انه ماكو شيء فرق بين النخبه والجمهور العادي. انا مستغربه من شيء واحد، بوغازي شلون يتحكى لغه عربيه؟ والله يقدر. يقدر مرات يقدر. بس لا، في هو لغه عربيه فصحى بس مطعمه باماكن كويتي. بس الاغلب هو لغه عربيه فصحى. حلو. بس طاقه الشو تقريبا كلها متوزعه على طاقه الممثل نفسه، مو على الاستعراض مثل ما قلنا او على الاغاني. ليلى راح تحكي لغه عربيه؟ ان شاء الله. اي خلاص، يعني نكمل مقابله اللغه العربيه. نعم تفضلي. الحين اللغه العربيه راح نبدا اللغه العربيه مع الفنان ناصر الدوب. اكيد اللي شرفنا ناطر الدوب. صح كيف ما انتم ناسينا. مبارك عليك ناصر، معنا طلع. اي ناصر ويانا بس لاني مغطي شوي يمكن عليك. اي انا طلعت قاعده كذي فمو مبين مسكين. كل عام وانت بخير. وانت بخير. حياك الله. نبدي وياك من الادوار، كلمنا عن دورك ناصر في هذا العمل. دوري اول شيء هو بالنص الاصلي مكتوب سمسار عقار، لكن حول المخرج اخوي محمد صفر الى تاجر عقار. كيف بيد عاد منتج ومخرج عاد ياخذ راحته، فحوله الى تاجر يبي يشتري هذا الحمام الروماني عشان يقدمه هديه لزوجته.
طريقة كوميدية طبعاً. هو هي الثورة هذه، الفلوس اللي عنده مو فلوس، فلوس مرته ويبي يشتري الحمام هذا عشانها. بتصير في مفارقات كوميدية اللي راح نلعبها مع أنا وأخوي محمد صفر، وإن شاء الله يكون شيء خفيف على الجمهور يا رب. يعني يمكن ذكر محمد قال إن هي يعني أنتم مثلتوها بالأيام الدراسة بالأكاديمية، فدائما في مسرحيات حلوين يعني أكاديميا بس ما انطرحت للجمهور، فحلوة الفكرة إنه يعني هو في تخوف. أنا طرحت على كذا منتج يعني من غير ذكر أسماء، طرحت على كذا منتج إن إحنا ممكن ترى نقدم المسرحيات العالمية هذه اللي من سنين 1800 وهي رح مخلدة موجودة بالمكتبات هذه وقاعد يستعينون فيها، بس يخافون مو جماهيرية. يقول لك لا أنا ما أقدر أجازف هالمجازفة الحين، زين إذا إحنا ما نجرب ما راح نعرف إذا هو ينفع أو ما. الجمهور يحبه ولا لا؟ يعني مثل ما ذكرنا بس على الزمان الإسكافي. أيوة. كانت مسلسلة يعني كانت هي قصة أجنبية معروفة وتحولت صارت مسلسل. وحتى عادل إمام قدمها مسرحية الزعيم. نفس تقريبا نفس سر الرواية اللي هي الأمير والفقير. حلو. اللي الأمير يصير فقير. بس ما في قلق داخلكم خوف؟ أكثر من 1000 كرسي داخل مسرح الفنان عبد السلام عبد الرضا. الجمهور الكبير اللي راح يشون خايفين. مسرح وايد كبير. طبعاً هو لازم في خوف، والخوف هو اللي يولد الباور. الأدرينالين. إيه الأدرينالين اللي حق العرض الأول. إحنا متفائلين وايد الحمد لله. كم بعتوا تذاكر؟ ما نقول الحمد لله يعني شيء وايد زين أصلاً في يعني. خي لحقون لان باجي كم كرسي يعني هو مبدئيا احنا ما بطلنا وايد عروض. انا بي لازم عشان اشوف ناصر شلون كتب العربيه. ثلاث عروض ايه. بس يعني سادس رمضان سادس وسابع وثامن للحين احنا بس عندنا ثلاث ايام بنشوف مدى استيعاب الجمهور. اذا الجمهور حب الموضوع ممكن تزيد العروض ان شاء الله. ليش ان شاء الله طبعا ما نعدي العشر الاواخر بعد العيد راح يكون موجود الان. انزين انا في عندي تساؤل بعيد عن المسرحيه، ليش دائما ليلى مع محمد حتى بالاعمال؟ والله انا زهقت من السؤال. والله زهقت يعني ما خالف اجاوب وجاوبت على انا ما ادري ليش. خل ناصر يجاوب. ناصر عنهم يجاوب. يمكن هم يعني كونوا دويتو حلو وجميل وحبوا الناس مع بعض فحابينهم مع بعض اي مكان يكونوا فيه، فهم يستغلون نفسهم صح في اي عمل ان يكونون مع بعض، والشيء هذا يفيد مو ما يضر. وياما ناس يعني انا يعني مؤمنين بالشلليه بالعمل. لا يعني اذا انا روحي مع يعني انا مثلا انت صديقي وانا اعرفك من سنين وممكن ارتاح بالعمل اكثر مما مثلا جروب جديد. انتوا قاعد تسوون الحين مثلا انت الحين انا بقول لك السؤال، مثلا انت الحين السنه اللي طافت كنتي بغبقة مع عبد الله. لا مع محمد. مع محمد اوكي هالسنه مع عبد الله، السنه اللي الجايه اكيد راح تختارين الشخص اللي انت لا اذا كنت مع عبد الله هل هذه شلليه؟ انا مو شلليه، هو الكيمياء اللي ترتاحين معاه فهمتي اللي تحسين انه يفهمك ما تحسين ان انت جامده. هو للامانه يعني احنا بلشنا مع بعض تقريبا اللي جاب دبلوماسيه بالضبط. احنا اول مره طلعنا على الشاشه بالتلفزيون يعني بمسلسل سهر الليل. لا قبل سهر تو النهار كان بعد سهر الليل 1 بموسم الشتاء حتى مو رمضان قدمنا عمل مع الأستاذ محمد دحام كانت بطولتنا أنا وليلى ويوسف البلوشي. فمن هني بلشنا ويا بعض بداية فعلية يعني بدأوا حتى الشركات الإنتاج تدق علينا وأدوار بطولة. فمن بدايتنا خلاص إحنا تمينا ويا بعض تقريبا يعني في أعمال طبعا اشتغلها يوسف أنا مو معاه، في أعمال ليلى اشتغلتها أنا مو معاهم مثلا بنت شايب هم ويا بعض وأنا مو معاهم. إيه يعني إحنا أنا ما كنت أتمنى أوقع العمل هذا وياهم لكن إحنا يعني ما نفرض على المنتج إن لازم نكون مع بعض، لكن دائما الحمد لله المنتج هو اللي والجمهور اللي أنتوا وجودكم يفرض يعني أحلى طلة والله. إذا بنتكلم عن ناصر شوي على المسرح النوعي، اشتغلت يمكن وايد مسرحيات وقدمتها اللي خاصة للجمهور النوعي اللي تحكين عنه، في خوف شوي لأنك حتقابل جمهور يمكن مو وايد مهتم في هذه النوعية من المسرحيات؟ اي صح. اول شيء احنا من زمان من قبل يعني ايام المعهد كنا نتكلم انه ودنا نقدم هذا المسرح النوعي للجمهور وشلون راح يستقبله، فكنا نفكر فيها وايد وقدمنا اعمال يعني نوعية قدمناها للجمهور، لكن ما شفنا ردة فعل الا نفس الجمهور اللي حضر لنا المهرجان يحضر لنا مرة ثانية، بس ما شفنا جمهور اللي هو الجمهور العادي اللي يحضر مسارح الجماهيرية. فاليوم محمد يمكن أخطى خطوة وايد حلوة بالنسبة لنا احنا كشباب يعني انه يقدم المسرح النوعي للجمهور. احنا في خوف وفي ارتباك لان احنا متعودين عليه على المسرح النوعي بس مو متعودين مع الجمهور، ففي ارتباك خفيف بس ان شاء الله احنا نكسره مع اول عرض. بس مو خايفين يعني دائما النجاح له عوامل
يعني أبطال ما شاء الله مميزين، رواية مميزة، يعني تعاون حلو، بس ممكن الوقت يعني برمضان ما كان يمكن ما يسعفكم. هو احنا كان يعني ما قدامنا خيار الا احنا ننزل بوقت مخالف عن جميع المسرحيات. تفتح الموسم جديد بالضبط. فما اقدر انزل انا العيد ويا الناس اللي هي نازله المسارح اللي هي ما بقول التقليديه لانهم كل سنه قاعد يقدمون شيء جديد. ايه؟ بس ما بينزل وياهم وانا اوريدي نوع مسرحيتي مختلف. يعني هل معناته يعني هل انه ما راح تستمر للعيد مثلا المسرحيه؟ لا، عندنا خطه ان شاء الله، يعني مو بالكويت ان شاء الله اذا صارت. الكويت مستحيل ما نبي بالعيد. بس احنا محافظين على الخط مالنا، وان شاء الله اذا نجحنا وقدرنا يعني نقدم حتى لو 50% من اللي ببالنا ان شاء الله في السنه الجايه هم راجعين بنفس الموسم اللي هو رمضان. وبعمل من الادب العالمي هم بعد. أيوه. مسرحيه تركيه. بس شوف انا اتوقع يمكن تحقق توقع المسرحيه الجايه بعد. يعني مستمرين. يبي يقول لا والله جد، لان انا يعني عندي كذا نص يعني يعتبر هذا مشروع حاطه بملف مثلا. هذه تنجح المسرحيه هذه حتى لو ما نجح اكيد راح نشوف. اهم شيء انا بنظري يعني حتى لو ما صار في اقبال جماهيري، بس لكن ان شاء الله احنا متفائلين. اهم شيء ان احنا سوينا ستيب جديد، غيرنا كشباب يدد، وهذا انا اتوقع شغلنا لازم. طبعا تصحيح، لان في وايد ناس عبالهم اسم المسرحيه حمام روماني، فهي عبالهم راجعة حق حمام. كرم الله السامعين. لا الحمام تخصصكم اللي تركي، الحمام اللي الحمام مال السباحة. فهي القصة ببساطة، واحد فقير عايش ببيت، مو فقير وايد يعني، بس انه مقطوع من الشارع، عايش ببيت عنده خرير بالأرضية، فيعطي عمال مفتاح بيته يقول لهم عبارة مملي الأرضية، بروح وأرجع ما في شيء باقي البيت. يروح أول ما يرد من هذا ولا لقاء تلفزيوني بالبيت وعمال ولا مكتشفين آثار عنده في البيت. بس انه يكون اسمه من الانسان شوي صعبه. سلوجن الحمام اسمه من الانسان. راح يصير كذي، راح يشوفون انت ايش راح تشوف عاد سد الشخصيات عاد على المسرح، وناس وظفوهم عنده بالبيت، وناس تجار مهمه جايه يبون يشترون، مو لاجل مصلحه الدوله مثلا. أكيد. لاجل احنا قبل نسبح وياكم، يمكن اللي يطلعون الحين بيقولون ان الجروب هذا اشتغل هذه المسرحيه في هالتوقيت لانه غاب عن الساحه الفنيه في شهر رمضان. شنو ردكم؟ عصفورين بحجر. أجل. إيه. شو صارت من يعني. لكم يعني؟ يعني إن في إحنا ردي منازين رمضان مسلسلات، وبالمقابل إحنا ودنا إن نقدم، قلت لك بموسم مختلف بما إن مسرحيتنا مختلفة. فبما إن أنا وليلى ويوسف منازين رمضان تقريبا. وهم بعد يعني الكل الشباب وايد هالسنه في شباب ونازل رمضان. إيه. عندكم حكي ودكم تقولون له كنا صح؟ قول انت. شنو؟ لا ما راح اقول. اذا ليلى بتقولين خلينا ننطر، لان راح نستقبل مجموعه جديده من الجروب المسرحيه ان شاء الله، راح اكمل وياكم وتقول ليلى عبد الله الحكي اللي داخل قلبها. نشكركم اليوم، نشكر محمد صفا ناصر الدوب. شكرا. ليلى راح تضل ويانا. اي اكيد هي البنت الوحيده. يلا حياكم الله، خلينا نطلع الفاصل. مشكور. نطلع الفاصل نرجع وياكم نكمل غبقه رمضان. رجعنا لكم مشاهدينا، نستقبل أبطال مسرحية حمام روماني محمد البلوشي وعبد المحسن القفاصي. يوسف ذبحني هالصغر هذا. يوسف ترى ساعات صدق اللخبط بينكم. ذبحني محمد. بيت محمد البلوشي يعني مو بس انا. لا مو بس انت. اي زين متعودين على متعودين. انا قلت مشي اصلا قول محمد صفر اقول لهم اوكي. اكيد فنان يوسف القفاص كل عام وانت بخير. وصحة السلامة علينا وعليكم يا رب. نبي باللغة العربية تعطينا اياها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. جايبناكم كنا من البوابات، قاعد تقول ليلى كلكم تريننج. والله العظيم تدري شنو صار بالضبط؟ كلنا جايين بسيارة واحدة. أنا ومحمد ندري إن في لقاء نسقنا وياك. فقلت لهم ديو وهم قفاص اركب سيارة، اركب سيارة. يوسف طالب. يوسف طالب من المسرح ما أدري شنو يبي ياخذ من سيارته. يوسف اركب السيارة بسرعة. ما حد يدري. هذه الميزة يعني بالشباب عن البنات. البنات مساكين. تدرين أنا شنو سويت؟ وأنا بالمسرح طبعا لابسه تريننج هذا لا يغركم عشان اقط الدراعه كذي. هي ما خلتنا احنا نروح. اي مصره تروح عمرها كيف هي قالت. اكيد حياكم الله. نتكلم شوي يوسف وياك عن دورك، تكلمنا شوي عن دورك المسرحيه. هو مو عن الدور نفسه يعني، هي المسرحيه بالنسبه لي هي كلها جديده يعني، نوع جديد. اول مره تقدم مسرح النوعي هذا. اي بالضبط، اول مره كنت اشوفه واتمنى ان انا اكون واحد من الناس اللي يمثلون هذا الشكل من المسرح، من المسارح يعني.
الحمد لله صار لي الوقت المناسب ان انا اقدر اكون مع ربعي بالمسرحيه هذه وهي فرصه ونقله جديده يا رب ان شاء الله تكون حق كل اعضاء المسرحيه ان شاء الله. خايفين يمكن الفنان عبد الرحمن القفاص خايف التخوف الموجود خاصه انك موجود بالاعمال الرمضانيه هالسنه ومسرحيه برمضان كنا شوي يمكن الجمهور يثقل لا بالعكس لا انا مو معه في انا قاعد اخوف كلهم ورقه رابحه وين ما تكون ناجح طول عمرك من طيبك يسلمك. هي الاعمال الرمضانيه ترى كانت موجوده بالثمانينات نعم صح المسرحيات اللي كانت تنعرض في رمضان قبل التحرير صح قبل التحرير نعم فهي تجربه مو جديده لكن حبينا نحييها مره ثانيه فحلو ان نرد السابق زين في عصرنا الحالي يعني مثل ما احنا نشوف ترى الحين كل شيء قديم بدينا نرجع له مره ثانيه الديكور الموجود ويانا اليوم الديكور القديم هذا بالضبط زين حتى الستايلات بالضبط طلع غيركم للتريننج يعني هم انا في ستايل قديم داخل ترى حزه بخاطرهم ليش طالعين بلقاء نصدق بالعكس احنا مستانسين معاكم بالعكس الله يطولكم هي تجربه ان شاء الله راح تكون دور جديد والله اي دور جديد مهرب اثار مهرب اثار مره واحده من الحمام انا ما اشوفه جديد عليك القفاص انا ما احسه مو جديد عليك لا جديد بس شكله ثاني شكله ثاني كفه الدم هذه موجوده داخل المسرحيه ولا اكيد طبعا راح تشوف اكثر ان شاء الله راح تشوف انا حبيت ما امدح المسرحيه لان احنا فيها بس صدق النص هو دم عسل النص لما تقراه صدق انه لغه سلس صدق انه لغه عربيه وصعبة اللغة العربية بتشكيلها وبمفرداتها ومعانيها لكن لما تقرين تحسينها بعد بروحكم بروح الكوميدية باللهجة الكويتية بالضبط طبعا لازم الكلمة الكويتية مثل يعني الجمهور انت ما يصير نقدم له المادة كاملة يعني وبحذافيرها اللغة العربية لازم شوي الجمهور يبسطها شوي تبسطينها تسوي ميكس ما بين التجاري ما بين النوعي يعني حلو اكيد يمكن قبل شوي قاعد نقول ان محمد وليلى غايبين عن الساحة الفنية يوسف وياهم عدل هالسنة ما عندك يعني برمضان أي مسلسل دراما هالسنة كان عندي أنا مع أستاذ محمد دحام الشمري كان اليوم الأسود نعم. بس ما الله كتب ما نزل عمل لنا لظروف رغبية أو شيء مثل هذا وكان عندي هم عمل مع خالد الرفاعي هم للظروف الرغبية هالسنة هم. يعني أنت قبسها أنا قبسها هالسنة على أشوى الناتر الله يستر التابتة يقولون المسرحية بعد لا القفاص لا القفاص طلع منها شارك في مسلسل بيعة النخيل مع الفنانة القديرة أكيد أم سوزان وجه لها تحية اليوم شفنا أول حلقة ليش تكلمنا عن أجواء شوية المسلسل والله دائما الأجواء التراثية أنا تشدني يعني بصراحة الأجواء التراثية أحب الشغل فيها على أنها متعبة وفيها مجهود يمكن أضعاف المسلسل المدن لكن أحب ما شاء الله أنت مميز فيها يعني ما يصير مسلسل تراثي ما نحس ان عبد المحسن القفاص يمكن شكله قديم ولا حس انا عكس انا خاف من المسلسل التراثي لانه شو ستايل يمكن ليلى لا مو ما له شغل ما خاف من لان لا 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 نهائيا ما تشكن تريننج تحتها بالعكس لا لان في تفاصيل اذا ما سويتيها هي خلاص راح تطلع بايخه فالناس ما شاء الله صاروا يعني اكثر دقه من قبل صاروا دقيقون يعني هي هذا حلاوتها تفاصيل التراثي اي يعني انا احرص حتى بالنص بالديكور بالاخراج منو المخرج اللي بيخرج هالعمل التراثي لانه في تفاصيل اذا طلعت لا خلاص هو النمبر 1 راح يصير يعني مسلسل تراثي والايفون بالايد مثلا يعني على جنب على جنب شنل تخافين اي هذه سوالف تخرع بالتراثي المودرن عادي حتى لو شيء غلط تطوف يطوف ممكن نقول تكنولوجيا وطوف تراثي صعب انا قلت قبل شوي في حكي بقلبك تبي تقولي لنا ولا خلاص نختم والله ليش ما شاركتي هالسنه نختم وايد حكيت عن ساق البامبو غيره في شيء ساق البامبو لا عادي هو موضوع عدى يعني غيره ليش ما شاركت بأعمال هالسنة؟ بأعمال والله يعني كذا نص لكن صراحة ما اقتنعت يعني ودي كنت شوي أغير كان في نصوص زينة والله يعني بس ما صارت تأجلت وانرفضت أو تعدلت رقابياً وهالمواضيع وكذي بس كانت هي اللي أنا كنت بختارها بس ما صارت معوضة إن شاء الله بهالمسرحية نتمنى لكم التوفيق وموفق عبد المحسن إن شاء الله بالمسلسل متابعينا أكيد متابعين الله يسلمكم إن شاء الله يحرمونا وقتونا اليوم أكيد في رقية رمضانية نشكركم على وجودكم عندنا الحين ديوانيات مع زميلنا نجيب القحطاني الرعي الأول في سوق الديرة يلا نشوف مع المشاهدين